يلا بينا نلعب ونفكر نتكلم ونساعد بعض، هنا نتشقلب هنا نتنطط انا وبنات وولاد مع بعض. يا صباح الخير على كل البنات والولاد اللي بيسمعونا دلوقتي. في بنات وولاد، مين صحي؟ مين فطر؟ مين خلص فطاره؟ ايه ده؟ سمع حد هناك كده قاعد على الكنبه بيقول ان هو لسه ما فطرش؟ يلا بسرعه نخلص فطارنا ونستعد بقى لبنات وولاد. النهارده حلقه مختلفه جدا 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 جدا. ليه؟ عشان ده، عشان معانا كاس لولي الاولاني اللي هيكون معانا دايما في كل اسبوع، بس كل اسبوع في حد واحد هو اللي هيكسب في مسابقه برافو. قبل ما نبتدي ونفكركم بمين الاربعه اللي انتوا عملتوا لهم واخترتوا اللي هيكسب معانا في برافو، عايز الاول اقول برضو شكرا 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 لصاحب لولي مؤمن. مؤمن عمل ايه؟ مؤمن ولد صغير بس بيعرف يلعب كوره، فبعت لنا فيديو وعايزين نقول له عليه برافو. ليه بقى؟ علشان هو الفيديو بتاعه اللي هنشوفه دلوقتي هو بيلعب كورة وشاط الكورة وجاب جون كمان، هنحاول نشوفه على طول. وكمان في حاجة تانية عايزة أفكركم بيها لغاية ما نشوف فيديو مؤمن. برافو هي أصلاً إيه؟ هي مسابقة كل أسبوع في أربعة بيدخلوا المسابقة دي. الأربعة دول بنعمل معاهم إيه؟ الفيديو بتاعهم زي ما عملنا الأسبوع اللي فات بيتذاع الفيديو بتاعهم. بعد ما بنذيع الفيديو بتاعهم انتوا بتختاروا مين فيهم، بنقول له برافو كبيره، وبرده الثلاثه التانيين برده بنقول لهم برافو كبيره. بس الفرق الوحيد ان في حد بياخد الكاس هو ده البرافو كبيره، وفي حد تاني او الثلاثه التانيين بياخدوا برده برافو كبيره بس بياخدوا شهاده تقدير وبياخدوا هدايا وبياخدوا حاجات كتير كمان من همته. شفنا الفيديو اللي بيلعب بيشوت الكوره ولا لسه؟ هنشوف دلوقتي هنشوف ازاي. بس احنا عندنا على فكره اهو، لا ده احنا دلوقتي هنتعالوا نفتكر اهو مؤمن اهو. بصوا بقى جميل ازاي، جون! برافو يا مؤمن، برافو مؤمن، برافو يا مؤمن. في كمان بابا عبد بابا كان اسمه ايه؟ بابا مش فاكره اسمه ايه بابا، بس بابا عشان مش وداني صغير اعمل ايه بقى. بصوا وداني صغيره ازاي، السماعه كل شويه تقع كل شويه تقع. المهم في بابا بعت لنا صوره ولد اسمه محمد، محمد عيد ميلاده الاسبوع ده، فعايزين كلنا بقى نقول له ونغني له واحنا قاعدين في البيت كل سنه وانت طيب يا محمد وهابي بيرثدي تو يو. هنشوف برده صوره محمد كل اسبوع، ممكن تبعتوا لنا اي حد عنده عيد ميلاد اهو محمد هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو يا محمد، كل سنه وانت طيب، عقبال مليون سنه يا رب. تعالوا بقى دلوقتي واحنا كده نبتدي بقى برافو ونفتكر مين الاربعه اللي كانوا معانا الاسبوع اللي فات في برافو، عشان نعرف انتوا اخترتوا مين يكسب كاس برافو. اسمي عبد الرحمن، بحب الرسم والكتابة. أنا اسمي كاليا وعندي 7 سنين وبحب ألون وأرسم. أنا لورا، بحب التمثيل. يا ترى رقم واحد رودينا ولا رقم اتنين عبد الرحمن ولا ثلاثة تاليا ولا أربعة لارا كسب؟ ممكن بقى ننده البلياتشو هو اللي معارف، هو اللي عارف النتيجة. تعالى يا بلياتشو يا كلاون، هو اللي معاه الظرف، هو اللي هيقولوا لنا مين اللي كسب. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ سسبنس. اللي كسب معانا اول كاس برافو مع لولي تاليا اللي كانت معانا رقم 3. تعالي يا تاليا، عايزين نسمع بقى سقفه كبيره جدا لتاليا. ازيك؟ كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لا تعالي بقى لفي كده واطلعي، انت دلوقتي خلاص انت المذيعه بتاعتنا اللي قد الدنيا. اخبارك ايه؟ كويس. قولي لي الاول، انت عملتي قبل كده ان انت تبقي مذيعه؟ لا. ما جربتيش في البيت بتقفي قدام المرايه كده وتروحي قايله انا تاليا وعايزه اقول لكم حاجه؟ لا ما جربتيش. طب قلتي ايه لاصحابك قبل ما تيجي النهارده؟ النهارده اجازه فما كنتش عارفه اقول لهم اي حاجه. طب ما قلتلهمش امبارح حاجه؟ انت في الاجازه ولا عندك مدرسه؟
لا عندي مدرسة بس النهاردة كان أجازة. النهاردة أجازة. طب قلت لهم امبارح إن اتفرجوا عليكي النهاردة، هما دلوقتي شايفينك أكيد كلهم. طب أنت جاهزة بقى للأخبار اللي معانا النهاردة؟ عشان أنت اللي أنت المذيعة وأنت كمان اللي خدتي الكاس. يلا قولي لنا بقى إيه أول خبر معانا يا تاليا؟ كان في ولد عنده 12 12 سنة وكان بيتفرج على برنامج، والبرنامج ده هو كان بيعمله أي لأي حد أي حاجة هو عايزها، والولد بعت لهم وقال لهم أنا عايزة أكون كبير، أقول أو لأ، وبعدين راح لهم وقعد معاهم يوم، وبعدين قال لهم هو ليه عايز يبقى كبير ويقول أو لأ، عشان كان عايز يقول على لا على الدوشه على الحاجات الحلوين اللي هو بتعجبه. الولد ده فعلا يا تاليا في امريكا، وهو عشان في حاجات كانت بتضايقه، فلما بعت للبرنامج وقال ان هو عايز يبقى كبير، هو مش هيكبر فجاه، هو هيروح يقعد مع الناس الكبار، صح؟ وده اللي عمله، يروح يقعد مع الناس الكبار، يبقى هو كده زي المدير كده، يبقى هو اللي يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا، عشان هو اصحابه بيتضايقوا من حاجات كتير، فهو لازم يروح يقول للكبار كده، صح؟ طيب ايه رايك بقى، زي ما احنا شفنا الاسبوع اللي فات الاربع فيديوهات للاربع اطفال اللي انت كنت منهم، انت كنت رقم كام؟ 3. فايه ده، برافو شاطره. تعالي نشوف بقى الأربعة اللي معانا النهاردة اللي هيستنوا برضو تصويتكم، هقولكم هنختار إن هنعمل المرة دي الفوت إزاي، بس تعالوا الأول هنبتدي برقم إيه؟ 1. رقم 1 فيروز. تعالي نشوف فيروز هتقول لنا إيه النهاردة. عاوزين نلعب، عاوزين نلعب. عندي 6 سنين، بحب الرسم وبحب الأرت. شفت عملت إيه ماما في عيد ميلادها، وبحب الستوريز، وعايزاكم تقولوا لي برافو مع النور. الله، فيروز هي كانت رقم 1. مين بعد رقم 1؟ 2. رقم 2، رقم 2 معانا مين؟ تعالي نشوف على طول. انا اسمي ريان محمد، عندي 7 سنين، بحب الرسم قوي، نفسي ان انا اظهر معاكم في برنامج بنات وولاد، وكمان على فكره انا بيدلعوني بيقولوا لي يا لولو زي اسم حضرتك يا طنط لولي، وكمان انا كنت مشتركه في ورشه وانا رسمت دي في الورشه. اورفار. ليان، ليان كمان اسمها لولي. انت كمان انا عرفت انه بيدلعوكي يقولوا لك ايه؟ يعني كده في 3 لولي النهارده؟ واو. طيب تعالي نشوف بعد رقم 2 هيبقى فيه رقم كام؟ 3. رقم 3 بقى المرة دي فيه توأم، مصطفى ومروان، تعالوا نشوفهم. أنا اسمي مصطفى، عندي 8 سنين، وده أخويا مروان، وبرده عندي 8 سنين. إحنا في أولى ابتدائي، وإحنا بنتفرج على التايجوندو، في حزام أخضر 2، وداخلين بطولة الجمهورية، ادعولنا يا صحابي. أنا نفسي لما أكبر أشتغل ضابط زي بابايا. أنا كمان نفسي لما أكبر أبقى ضابط. باي باي يا صحابي. باي باي. فاكرة مين فيهم مصطفى ومين فيهم مروان، ولا اتلخبطت؟ عشان شبه بعض، عشان توأم شبه بعض. طيب دول كانوا رقم 3 مصطفى ومروان، مين بقى رقم 4؟ تعالوا نشوف مين رقم 4. مريم. انا اسمي مريم وعندي 8 سنين، ونفسي اطلع معاكم في برافو، ودي شهادات بتاعت اللي تفوقت المواد الدراسيه وحفظ القران الكريم، ونفسي اطلع حاجه كبيره جدا لما اكبر عشان انفع بيها بلدي. وقولوا لي برافو. هنقول لك برافو، هنقول لكل الاطفال الشاطرين كلهم برافو. اللي عايز يشترك في برافو بيخلي ماما او بابا يصوروه فيديو يقول لنا فيها ليه، هنقول له برافو زي تاليا كده كانت شاطره وعملت لنا فيديو، وزي اطفال كتير كمان بعتوا لنا وهيدخلوا معانا في برافو ان شاء الله الاسابيع الجايه. تاليا، فاكره الولد اللي احنا اتكلمنا عليه اللي عنده 12 سنه اللي عايز يبقى كبير ده ويعمل حاجات؟ في واحده صاحبتنا اسمها مي راحت سالت اطفال في المدرسه هنا معانا اصحابنا، هما ممكن لو هما بقى هيقولوا او لا لحاجه هيقولوا ايه؟ انت الاول هتقولي على ايه ولا على ايه؟ هقول على الترتيب، وهقول واو، هقول لا على الدوشه. طب سؤال، انت في البيت اوضتك بترتبيها لوحدك؟ متاكده؟ يعني دلوقتي لو حد راح في البيت هيلاقي الاوضه كلها محطوطه في مكانها؟
برافو، عشان كده انت كمان هيتقالك برافو كبيره اللي هناخد الكاس عليها. تعالي بقى نشوف المدرسه، مي صاحبتنا لما سالت الاطفال اللي هناك هيعملوا ايه لو هم كمان هيبقوا ناس كبيره كده وتقول اه او لا هيقولوا ايه. تيجي نشوف مي. يلا قولي انت بقى، قولي يا مي. يلا يا مي عايزين نشوف. يلا يا مي عايزين نشوف. يلا فكروا كده قولوا لي لو لما تكبروا عايزين تبقوا ايه؟ ابقى وزير خارجيه، فنانه، وزير داخليه، بقى عايزه ابقى لعيب كوره، عايزه ابقى عميد بوليس، عايزه ابقى وزير البيئه. ايه اول قرار مهم هتاخده عشان الناس تسمع فيه كلامك؟ هساعدهم واعمل لهم كل اللي هم عايزينه، وهساعدهم وكل حاجه، وبعدها بقى اكيد المفروض يقولوا لي شكرا. اول قرار هاخده اللي ما يرموش حاجات وسخة على الارض، احمي المدارس وازيدهم في العلم في الحاجات اللي هم بيعملوها. كل يوم بشوف المصانع، احنا مش انت شايفه في مصانع جنبينا؟ المصانع دي كل يوم بتطلع دخان، ده بيلوث الهواء، فانا ما عايزه ابطل الحاجات دي. وبيرموا كل الحاجات مش بيقدروا يستعملوها في نهر النيل، في يوم مش هيبقى عندنا مياه عذبه، فانا عايزه اجرب اصلح كل حاجه. ارسم حاجات ما برسمهاش، يعني ارسم الحاجات اللي انا بشوفها. اللهم ما يتشقوش، اللهم اسمعوا الكلام، حد يبلغ على حرامي، احنا هنجيب ناس وندور عليه في كل حته. مثلا لو في واحد اتصاب والمستشفى مش راضيه تدخله، هدفع له وندخله عشان يحترموني، وابقى راجل طيب ومش هظلم الناس. لو ما سمعوش كلامي هسيبهم براحتهم، لما يتصابوا هقول لهم واديهم المستشفى برضو. احنا نعمل جاذرينج دايما، ومفيش حد يسيب التاني اللي هو محتاج حاجه. لو هو شقي ومش بيبطل الشقاوه هيروح السجن، لكن لو هو شقي في الاول وبقى كويس المره التانيه هي مش هيروح السجن. لما يساعدوا بعض وما يتخانقوش كتير ويبقوا كويسين، محدش يبقى زعلان من حد. دول كده، ايه رايك يا تاليا في الاطفال دول؟ ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك؟ اللي عجبني هو الولد اللي قال نفسه يبطل الدخان عشان الهوا، عشان الناس، عشان الدخان وحش للناس، عشان احنا لما بنتنفس لو اتنفسنا الدخان ده ممكن هنا يجي لنا يعني نتعب، صح؟ لكن العكس بقى، لو الهوا الحلو اللي ربنا بيديهولنا ده ونتنفس كده نلاقي الهواء نظيف، ده يخلي صحتنا كويسة. لو انت عارفة ان انت كان معاكي في برافو تلاتة عبد الرحمن ورودينا ولارا، هما كمان هنقول لهم برافو كبيرة جدا زي دي برضو. يلا نندههم، يلا نقول لهم كمان برافو كبيرة. يلا يا عبد الرحمن ورودينا ولارا. يا رودينا ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويسه. عامله ايه؟ ليه في كده؟ ايه الجاكيت الحلو ده؟ انت قلت لي ايه في الفيديو الاول؟ قلت لك لولي. قلت لي لولي؟ وانا بحبك قوي. تعالي لارا. مين بقى اطول، رودينا ولا لارا؟ انت عندك كام سنه يا لارا؟ تعالي يا عبد الرحمن كده، تعالي جنبي. انت عندك فور؟ وانت عندك قد ايه؟ اربعه. فايف. ايه رودينا انت كبيره خالص. عبد الرحمن عندك قد ايه؟ 7 7. اوه، مين فيكم في اجازه ومين لسه بيروح المدرسه؟ انا في اجازه. خليكي بس بص هنا عشان انا في اجازه. انا في اجازه. يا بختنا يا بختنا. طب انتوا عارفين ان انتوا كمان عايزين بقى نقول لكم برافو كبيره، عايزين كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي وبيتفرجوا علينا في البيت نسقف سقفه كبيره جدا ليكم. وكمان يلا يا تاليا تعالي انت كمان عشان نقول بقى برافو. تعالوا معايا البتاع التفك. معلش مش مشكله، ممكن نحطه هنا كده بسرعه عشان ايه نروح ناخد الكادو. تعالوا
فين رودينا؟ يا رودينا سي خليكي بس لفي كده علشان هناك ماما تشوفك وكل الناس بيتفرجوا. ساليا اتفضلي. لارا اي ايه ده؟ هي همته ده؟ ايه همته ده؟ عبد الرحمن ولارا. اوكي كمان ندي كادو عبد الرحمن. فين هدية تاليا علشان برافو؟ يلا تعالوا بقى ايه نقول كده باي باي واحنا كمان ماسكين الكاس كلنا، ايه رايكم؟ عشان نستعد دلوقتي للكنز وكمان نشوف ونفتكر مين الاربعه اللي هنعمل لهم فوت. الفوت بقى في ارقام دلوقتي موجوده اهي على الشاشه، هنعمل ايه بقى؟ فاكرين رقم الاربعه؟ واحد فيروز، اثنين ليان، ثلاثه مصطفى ومروان التوأم، اربعه مريم. هنبعت الرقم بس واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه على رقم الاس ام اس اللي مكتوب دلوقتي، او نكلم الرقم ده او رقم الارضي في التليفون ونختار رقم المتسابق اللي انتوا عايزينه. الفيسبوك هنفضل برده مكمل، بس عايزين بقى لايكات على الفيسبوك كتير عشان هنعمل كل الشخص او الطفل اللي هياخد عدد لايكات كتير زي انتوا كده ما خدتوا لايكات كتير هنزود له شويه، مثلا ايه 50 مثلا، هنزود له 50 فوت فري. ايه رايكم؟ حلو. اوكي هنشوف دلوقتي بقى الفيديو المجمع او الفيديو اللي على بعضه كده للاربعه عشان انتوا تختاروا انتوا كمان مين من الاربعه الجداد اللي هيكسب. اوكي مين هيكسب الكاس الاسبوع الجاي، ونبتدي بقى نستعد علشان الكنز. يلا بينا. يلا بينا. انا اسمي ليا محمد، عندي 7 سنين، بحب الرسم قوي. انا اسمي مصطفى، عندي 8 سنين، وده اخويا مروان، وبرده عندي 8 سنين، واحنا بنتفرج تايجولو. انا اسمي مريم وعندي 8 سنين، ونفسي اطلع معاكم في برافو. لولي يا لولي، عاوزين نلعب، عاوزين نكسب، عاوزين نتنطط على طول. دلوقتي هنبتدي مع بعض الكنز قبل لما نتعرف على اصحابنا اللي موجودين معانا النهارده وهيكون ايه المشكله اللي هم هيقعوا فيها. عايزه افكر كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي بسؤال لولي، السؤال اللي انتوا ممكن تعرفوا اجابته بسهوله قوي لو كملتوا الحلقه لغايه الاخر. السؤال هو ايه الرياضه اللي بتحرك كل عضلات الجسم؟ اي رياضه بنلعبها بتحرك عضلات الجسم؟ دي بقى رياضه احنا هنتكلم عليها في الحلقه وهتعرفوا اجابتها جوه الحلقه، بس تابعوها لغايه الاخر. على فكره المره اللي فاتت في سؤال لولي عمر اللي معانا النهارده في الكنز هو اللي كسب في سؤال لولي من على الفيسبوك، فانتوا كمان ممكن تكسبوا زي عمر وتبعتوا كومنت هينزل بعد شويه على صفحتنا على الفيسبوك بنات واولاد. اكتبوا الكومنت الاجابه لما تعرفوها لما تتفرجوا على الحلقه عشان تيجوا معانا في بنات واولاد. ازيك يا عمر الاول؟ الحمد لله. مبروك، كنت متوقع ان انت تكسب في سؤال لولي؟ بصراحه لا، انا عرفت ان انت اللي بعت من غير ما مامي تعرف. ايوه. ايه اللي حصل؟ انا كنت عارف الاجابه فقمت كاتبها في الكومنتس بتاعت الفيسبوك. برافو انت شاطر. انا فاكر الاجابه كانت ايه؟ الاقصر. الاقصر، الاقصر كان فيها ايه؟ اكتر اثار في مصر. صح، برافو عليك يا عمر. معانا كمان ملك. ازيك يا ملك؟ ازيك لولي. ومعانا كمان هاجر. صباح الخير يا هاجر. صباح النور. فطرتوا ولا لسه؟ لا شكلكم لسه. طيب مين عارف قصه سندريلا؟ عارفينها ولا لا؟ انا عارفينها؟ سندريلا بقى لما راحت الحفله وهي بتجري وقع منها الجزمه، ده اللي احنا عارفينه صح؟ الفرده. فالامير راح يدور على مين صاحبه فرده الحذاء اللي ضاعت. تمام. مرات ابو سندريلا اللي هي الشريره اللي مش بتحبها خبت فردة الجزمة التانية اللي كانت عند سندريلا في البيت. انتوا بقى مهمتكوا ندور على فردة حذاء سندريلا عشان نساعدها تقول للأمير انها الجميلة اللي راحت الحفلة. جاهزين؟ جاهزين. يلا انتشروا، اهم حاجة تدوروا حواليكوا في كل حتة وانا هساعدكوا. اول حاجة دايما بنبتدي بيها في لوحة كده متعلقة في حتة كده عن حاجة كده بين السطور، وفي هنا كتب.
فكروا بقى يا ترى ايه اللي هندور عليه بين السطور؟ هي السطور دي موجوده فين اصلا؟ مش عارفه. راحوا للكتب. لا عشان جوه الكتب في سطور. ملك وهجر بيدعبسوا. هي اللوحة المكتوبة عليها ايه؟ اللي انتوا قريتوها دي؟ ابحث عني بين السطور. طيب عمر راح للكتب، ليه سبتوا الكتب بسرعة كده؟ مش عارفة. دوروا، عندكم كتب كتير. ممكن نكون في حاجة في الكتب. ثانية واحدة شايلة كلها كده. ملك لقت حاجة. ملك كم عدد الكتب الموجودة على الرف؟ واحد اثنين أربعة خمسة. ملك لقت ورقة فيها أسئلة. ثمانية. عايزين بقى القلم فين؟ برافو. إيه الشاطرين دول؟ كم؟ لا. كم بتجميع صوت عالي. كم بتجميع البازل واكتب الرقم الظاهر. نكتب الرقم الظاهر. ندور بقى على البازل. البازل ممكن تبقى أي حاجة متفككة احنا هنجمعها، مش لازم تبقى الشكل العادي. ملك برافو يا ملك. اهي السطور على فكره. ثواني خمسه. بيحاولوا دلوقتي يلاقوا اجابه السؤال الثاني. خمسة. عايزين نفكركم أي حد ممكن يدخل دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك بنات وولاد ويعرف إجابة السؤال، بس مش هينفع من دلوقتي، لازم يشوف الحلقة. 55. عرفتوا إجابة السؤال الثاني؟ 55. 55؟ اه. ازاي؟ لا دي خمسة. يعني البازل لما اتجمعت لقيتها خمسة. لا خمسة. لقينا خمسة. حلو. اوكي الى اي رقم تشير الكتب اللي موجوده عقارب الساعه؟ تاني رقم. برافو. فين الساعه؟ 3. ثالث سؤال على الساعه. برافو. ما هي عدد الحروف الموجوده داخل صندوق البريد؟ فين صندوق البريد؟ دوري تاني يا هاجر. اهو اهو. عدوا كويس، في حاجات على جنب وفي حاجات. انا معايا 3 2 4 7. برافو. احلى حاجه في ملك وهاجر وعمر ان هم فعلا ما يعرفوش بعض على فكره، بس هم فريق بيستعدوا بعض. 8 5 3 7. هما دلوقتي جمعوا أربع أرقام. لا لسه يعني مش بالسهولة دي هنلاقي حاجة. حذاء سندريلا أكيد في حاجة تانية. 8 8 5 انزل 3 7. ده كان رقم لقوه من أربع أسئلة لقوها جوه الكتاب. فتحوا لقوا صندوق. ايه بقى ده؟ مش هقول كده. لقيتوا ايه جوه الصندوق؟ ايه ده؟ مفتاح؟ مفتاح. عادي حاجة بس دي ممكن يفتح ايه؟ دي اهو ممكن تكون دي. اهو صح. فكرة الكنز ان احنا ندور حوالينا في كل حتة. ايه اللي ممكن يساعدنا؟ لقوا حاجة تانية. زال غين لام. هو في شمس وفي قلب وفي كاس وفي اللي هي العدسة. تفتكروا ايه الحاجات الغريبة اللي انتوا شايفينها في الورقة دي؟ معرفش. اكيد في حاجة حوالينا ممكن تساعدنا. انا افتح كده البوكس ازاي؟ انهي؟ اكيد. طب ثانية احنا؟ ممكن ندور على حاجة فيها الرموز دي حوالينا في كل حتة. ممكن ده ما يفتحش ليه؟ ممكن نشوف همته، ممكن نطلب منه يساعدنا برضه. طب ايه؟ همته معاه حاجات كتير. هات الورقة. الورقة اهي. لسه بيدوروا. شمس. اصبري ممكن تجيب القلم بس؟
ثانية واحدة. شمس. فكروا بقى انتوا دلوقتي شايفين اللي هم شايفينه. ادي الشمس. الشمس اهي س. أربعة. لا اهي. الشمس اهي. أربعة. أربعة. فين القلم؟ شايفين الفريق؟ مش عارفة. واحد بيدور في اللي معاه همته والعجلة، واحد تاني بيقول الرقم، واحد تالت حلوة. وصلتوا للرقم يبقى ايه؟ الأول استنوا. أربعة تسعة تلاتة اتنين. مش بقول حاجة. أهم حاجة ما تنسوش الخزنة بتاعتنا اللي بتقول لنا إن بعد ما تدوسوا الرقم دوسوا حرف الإيه. أربعة تسعة تلاتة. في حرف الإيه تحت على جنب كده. غلط. لا راجعوا تاني، انتوا قول ركزوا وانتوا بتدوسوا الرقم. حتى تاني اللي ورا. ركزوا وانتوا بتدوسوا الرقم. فتحتها. هي. لقيت الجزمة. اوه جزمة سندريلا ظهرت. قولوا لي كده لغاية ما اجي لكم، انتوا ليه اصلا قررتوا تساعدوا سندريلا؟ هو احنا لسه خدنا جزمة سندريلا. يا عمر. ليه قررت تساعد سندريلا؟ علشان هي جزمتها وقعت. ايوه ما انت ساعدت سندريلا عشان الجزمه اللي ضاعت دي، بس ليه قلت مثلا ماليش دعوه اساعد سندريلا ليه؟ لا علشان حرام. عشان حرام؟ اه. طب هي سندريلا كانت كويسه ولا ما كانتش كويسه؟ لا كانت كويسه. طب اللي خبت الجزمه بتاعت سندريلا دي كان ليه عايزه تخبيها؟ ليه يا مالا؟ عشان شرير عليها. عشان هي شريره؟ بتحبها. طيب تعالوا كده نتخيل، كل واحد يتخيل ايه اللي كان هيحصل لو ما كناش لقينا جزمه سندريلا الثانيه، كان ممكن يحصل ايه يا ملك؟ سندريلا ما كانتش هتتجوز الاميره اللي كانت بتحبه. طب وغير كده ايه اللي كان ممكن يحصل يا هاجر؟ لما كان الجزمه اتكسرت لما كانوا بيقيسوا عليها مش كان هيبقى كان خليك زي ما انت كده. انا كانوا مش هيصدقوها ما كانتش هتتجوز الامير طالما لو كانت الجزمه اتكسرت. هتتكسر ازاي؟ ايه اللي اتكسرت في اخر الفيلم؟ اتكسرت في اخر الفيلم؟ اه بعد كده بقى. طب وبعدين نفترض مثلا 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 يا عمر ان انت قلت من الاول انا مش هساعد انا عايزه انام، ما قال لي صحيني بدري عشان اجي اساعد سندريلا. يعني جزمتها كانت هتضيع وكانت هتزعل. وكانت هتزعل؟ اه. طيب هي لو ما لو خلاص الامير مشي ما لقاش جزمه سندريلا وما عرفش ان سندريلا هي اللي معاها الفرده الثانيه، هترجع تاني تتعذب وتمسح البيت وهتطبخ وهتجهز الفطار وهتعمل سوداء يقعدوا يشتموها ومرات بابا ويزعقوا لها هيضايقوها صح؟ صح؟ طب احنا المفروض نعمل ايه بقى في الحياه عشان ناخد بالنا ان ما يبقاش عندنا واحده شريره كده زي مرات ابو سندريلا الوحشه قوي دي؟ ما نكلمش اي حد. نتعامل مع الناس بحسن ولا ايوه ايه بقى يا ملك؟ نتعامل مع الناس بحسن ظن ولو لقيناهم وحشين معانا ما نكلمهمش. طيب يعني احنا المفروض نتعامل مع الناس حلو بس لو الناس وحشه ساعتها نبقى عارفين ان هم وحشين. نعاملهم برضو كويس بس نبعد عنهم. طب القصه بتاعت سندريلا دي اللي احنا شفناها كلنا في الافلام يا عمر في الاخر خالص ايه اللي بنعرفه؟ يعني لو ايه اللي يحصل لو كانت مرات الاب دي هي اللي انتصرت؟ كانت هو اللي نجحت في الاخر يعني. يعني مش عارف يعني هتبقى سندريلا بتعيط مثلا بس لا يعني هو ممكن الحياه يبقى الشر مش هي شريره؟ أوه. ممكن الشرير ينتصر يبقى هو اللي هيكسب في الاخر لا. الـ الشاطر والكويس لا. الايه؟ الحق ما ينتصرش على الباطل. ايه الباطل ده يا عمر؟ يعني الشر. ايوه الشر الحاجات الغلط يعني. أيوة. صح؟ اه برافو عليكم. احنا عايزين بقى همتوا بما ان احنا بصوا شايفين دي اسمها ايه دي بتاعت العصايه السحريه اللي عملت الحذاء بتاع سندريلا ايه همتوا بقى بيقولوا لكم انتوا شاطرين جدا اولا انتوا خلصتوا في وقت بسرعه جدا 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 فين بقى الحذاء بتاع سندريلا اهو حذاء حلو حلو يا عمر لطيف ينفع مع سندريلا دي بس هي رجلها كبيره شويه ولا صغيره لا كبيرة يعني هتبقى أكبر من كده عشان هي كبيرة هي كبيرة أصلا كانت سندريلا صح في الفيلم برافو طيب تعالوا نشوف بقى همته جايب لكم هدايا إيه إحنا عايزين البنات ميرسي يا هاجر ميرسي يا ملك والولاد ميرسي يا عمر مش
شكرا يا لولو. تعالوا نتفرج دلوقتي بقى نفتكر مين الاربعه الجداد اللي معانا في برافو اللي انتوا هتختاروهم وتبعتوا رقمهم على رقم الاس ام اس او تكلموا رقم التليفون وتختاروا الرقم، هيقول لكم الو اختاروا الرقم اللي انتوا عايزينه، تدوسوا على الرقم هيقول لكم ان صوتكم وصل، وساعتها تعرفوا ان شاء الله اللي انتوا عايزينه هو اللي هيكسب. هنفكركم بالاربعه وتعالوا نشوف بعد كده بقى مين المغامر الشجاع اللي هيكون معانا دلوقتي. وما تنسوش برضو سؤال لولي، مستنيين ايه الرياضة اللي بتحرك كل عضلات الجسم؟ استنوا لغاية اخر الحلقة. انا فيروز عندي 6 سنين بحب الرسم. انا اسمي لايا محمد عندي 7 سنين بحب الرسم قوي. انا اسمي مصطفى عندي 8 سنين وده اخويا مروان وبرضو عندي 8 سنين واحنا بنتفرج تايجون. انا اسمي مريم وعندي 8 سنين ونفسي اطلع معاكم في المغامر الشجاع. معانا النهارده اياد اسماعيل، ازيك يا اياد؟ الحمد لله. اياد انت بطل جمباز صح؟ احكي لي بقى اشمعنى الجمباز، احكي لي كده بدات امتى؟ انا بدات من وانا عندي 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين يبقى ماما او بابا اللي قالوا ان هم مين بقى اللي كان قال احنا هنودي اياد جمباز؟ هما الاثنين. وبعدين؟ وبعد كده بقى دخلت وقعدت فيه بقى فتره كبيره. كنت حبه في الاول ولا كنت متضايق ولا مش فاكر؟ لا كنت حبه. تمام. وبعدين قعدت قد ايه بقى لغايه ما توصل ان انت بطل دلوقتي كده؟ 6 سنين. من 3 سنين. انت دلوقتي عندك كام؟ 9. اوكي. عملت ايه بقى في ال9 سنين، يعني في الكام سنه اللي في الاخر دول اللي انت بدات بقى خلاص بقيت بطل بقى وتدخل بطولات بقى وشايفين ميداليات وبص ايه لسه هنشوف شهادات التقدير دي كلها، عملت ايه بقى؟ بتروح تتدرب قد ايه؟ بنروح نتدرب 5 ساعات. 5 ساعات في اليوم؟ اه. وبتذاكر امتى؟ هو انا بحاول قد ما اقدر اوفر بين وقت المذاكره ووقت التمارين. حلو. طب احكي لي مثلا كده، صحينا من النوم بتعمل ايه؟ صحينا من النوم اغسل سناني، البس، اكل، اروح المدرسه. حلو. بعد كده اطلع التمرين. بعد ما تخلص التمرين بقى ترجع أنام. تنام على طول. طب لو في مذاكره او في هوم وورك واجب بذاكر بعد كده انام. بتذاكر الاول بيبقى فيك بتبقى قادر بعد التمرين 5 ساعات ده؟ طيب اكيد في مثلا بطوله انت رحت دخلت كام بطوله؟ انا 7. 7؟ وايه اللي انت وصلت فيه مركز اول؟ احكي لي يعني كده ايه الميداليات دي؟ هو اغلبهم كلهم ذهب ما عدا بس 2 فيهم. طيب انت عامه بتزعل لما لو مثلا دخلت بطوله وما جبتش الذهب ولا بتشوف الموضوع عادي ممكن مره ارضي اكسب مره اخسر؟ بشوفه بالموضوع ده يعني عادي مش لازم اكسب كل مره. طب بتعمل ايه لما مثلا تاخد الميداليه الذهب؟ احكي لي كده يعني احكي لي، اكيد فاكر حاجه حصلت وانت كده لما كنت في بطوله وقالوا لك برافو يا اياد انت بقيت معاك الميداليه الذهبيه. كلنا طبعا بنفرح. مين اكتر واحد بيفرح كده معاك؟ هم كلهم يعني جنة وسما وبابا جنة وماما. اخواتك جنة وسما اخواتك؟ جنة وسما اخواتي. اصغر منك ولا اكبر؟ لا اكبر. اكبر الاثنين اكبر. بتحب فيهم ايه؟ جنة بتعمل معاك ايه وسما بتعمل معاك ايه؟ هم الاثنين واحد يعني بحب واحد اكتر من الثاني. الاثنين بتحبهم قوي. بيتصوروا معاك وبيتبسطوا لما بتجيب الميداليه الذهبيه. طيب لما بقى جبت الميداليه اللي مش ذهبيه عملت ايه؟ زعلت. وبعدين بعد ما زعلت اكيد هنزعل طب يعني عادي كلنا بنزعل طبيعي. اتدربت اكتر اللي قلت انا المره الجايه لازم بقى افكر والمره الجايه اركز ان انا لازم اجيب الذهب تاني. عملت ايه؟ انا قعدت اضغط على نفسي واخد تمارين اكتر وفعلا يعني فادني وجبت الميداليه الذهبيه. طب تفتكر لو احنا سالنا المدرب بتاعك وسالنا ماما عنك ممكن يقولوا ايه؟ تفتكر الكابتن ممكن يقول ايه عليك؟ بتعمل ايه في التمارين يعني؟ اكيد في شقاوة بتحصل، اكيد في حاجة. لا كويس. انت بتبقى كويس؟ طيب تعال نشوف بقى فيديو المدرب هيقول ايه، نشوف الكابتن. تعال.
مدرسته بصراحة اللي هو ما بيخافش، شجاع جدا. يعني لما بنيجي نتعلم حركة جديدة هو اللي بيبقى حابب اللي هو يجربها، اللي كابتن نعمل، ويعني عنده ثقة في نفسه زيادة بصراحة، وغير اللي هو يعني بطل بصراحة. بيصحى 7 الصبح، بينزل يروح المدرسة، بيرجع من المدرسة يدوب لو عنده هومورك بيعمله، ينزل يروح التمرين، يرجع من التمرين. طبعا طول وقت التمرين طول ما احنا رايحين بنسمع بنذاكر بنراجع ونرجع، وده بيبقى يومنا. قولي بقى أصعب حركة في الجمباز. أصعب حركة في الجمباز لغاية دلوقتي لما بدأتش فيه اللي هو تشنج على عقلة. على عقلة. طب إيه اللي أنت بتعمله عامة وبتحس إن أنت سهل قوي، وحاجات تانية بتعملها بس لا يعني مش أي حد برضو يعني خدت فيها كتير عشان تبقى كويس فيها كده؟ كنت أبقى دايت باكس. لا بالراحة شوية عليا، مش عارفين، أنا مش بلعب جمباز يا إياد. اسمها إيه؟ راند أوف بغداد باكس. أوكي، اللي هي بتبقى عاملة إزاي؟ اللي هي بنعمل فيها راند أوف وتقعد تلف. لا لا غير دي، لما فيها راند اوف ونط وراح ناطط ومسك رجليها متشقلب ورا. اوكي، ده حاجات كتير بقى مع بعض. طب انت نفسك عامه تبقى ايه لما تكبر؟ انا نفسي ابقى اطلع في الاولمبياد وامثل مصر. الله. طب انت عارف انه اليومين دول هيبقى في حاجه اسمها اولمبياد الطفل في مصر؟ لا ما سمعتش عنها. بس هو للكبار شويه، يعني هم واخدين سن تقريبا من 12 سنه، بس ممكن تتابع كمان، هتشوف فيها ابطال كمان اكبر منك شويه، فتتفرج عليهم برضو تستفيد. في المسكين الرياضه في مصر عملوا الاولمبياد ده عشان يخلوا الاطفال اللي زيك كده بس لما تكبر برضو شويه يبقوا يقدروا بقى زي ما انت بتقول كده، يقدروا يبقوا بره في العالم كله ويرفعوا بقى اسم مصر بره. طب احكي لي على الميداليات، الشهادات والميداليات. خلينا في الشهادات، كل دي شهادات؟ ايه يعني؟ قول لي كده، انا ممكن اديهم لك وقول لي ايه اللي فيهم مثلا انت بتحبه قوي، شهاده عمرك ما هتنسى وانت بتستلمها كده. دي ماليه الماسكه بتاعه لغايه دلوقتي. قول لي. الله، دي شهاده تقدير من الاتحاد المصري للجمباز. طب احكي لي بقى على اليوم اللي انت استلمت فيه الجائزه دي. هو احنا دخلنا البطوله سخنا، بعد كده بدانا اول جهاز عقله. اوكي. لما دخلنا في العقله كان قعدنا بقى نتمرن قبليها، فطلعنا عملنا المستوى الاول على العقله، بعد كده طلعنا على الارضي. بعد ما طلعنا على الارضي عملت كويس، بس في حركات وقعت فيها بس عدلتها، وخدنا برضه فيها المستوى الاول. حلو، بس انت شاطر برضه، خدت من الاتحاد المصري للجمباز يعني، ومكتوب رجال 10 سنوات، انت تحت العشرة صح؟ هي بتتحسب كده صح؟ طيب في دلوقتي عندي لعبه كده عايزه اقول لك عليها، هي العصفوره قالت لي. عارف العصفوره اللي بتيجي تقول لنا حاجات ما نبقاش انت مش عارف انا عرفتها ازاي بقى؟ بس انا عرفت، العصفوره قالت لي ان اياد بيحب الكشري. تفتكر ايه بقى قصه الكشري دي؟ احكي لي على الكشري. تحب ليه؟ عارف مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ ماما. ماما هي اللي قالت كل حاجه بقى، اكيد هنشوف مين اللي قال، بس قولي بقى ايه قصه الكشري؟ عايز بحبها يعني ما فيهاش حاجه. طب تعرف تعمله؟ لا. او ما تعرفش ايه الحاجات اللي فيه؟ طيب لا بعرف. ايه الحاجات اللي فيه؟ مكرونه. ايوه. بعد كده بحط دقه وصلصه. دقه وصلصه. كشري كشري برضه. حمص. بتحبه حراق ولا لا؟ لا عادي. لا عادي. طب الحمد لله عشان برضه الصحه كويسه. يبقى انا في حاجه بقى بتبقى موجوده على السفره، اياد لو موجوده ممكن يسيب الاكل وما ياكلش. لا دي محرجه. دي ايه بقى؟ دي محرجه. دي ليه محرجه؟ ايه محرجه؟ ايه الحاجه اللي انت ما تحبش تشوفها على السفره خالص؟ المخلل. المخلل. هي العصفوره قالت لي برضو المخلل الصراحه، بس ليه مش بتحب المخلل؟ ريحته. او انت ممكن تكون مش بتحب تاكله مش مشكله، بس ليه ما تحبوش على السفره خالص؟ ما تحبش ريحته؟ بس هو اكل برضو يعني. بس ريحته بتضايقك. طيب برضو العصفوره قالت لي ان اياد لما بيروح السينما في افلام معينه اول حاجه يقول انا عايزه اروح الفيلم. فيلم ايه يعني مثلا؟ فيلم رعب. رعب. صح، برافو. طيب ايه بقى افلام الرعب اللي بتحبها؟ كونجرينج 2، وفي فيلم اسمه ات. بحب ليه الرعب عموما؟ بحبه يعني،
بحب يعني الجو بتاع الخوف ده. بتاع ليه 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 تحب السسبنس عامه؟ بتخاف وانت بتتفرج على افلام؟ لا لا عادي. لا طيب يلا بينا بقى، تعالى واحنا بنتمشى كده نروح هناك، عشان هناك انت تعالى حتى هنسيب دول هنا كده، هنحطهم جنب الميداليات. اختار الاول، تعالى واحنا بنتمشى كده اختار بقى ايه الكوتشينه بتاع بنات واولاد. اختار كارت ده. طيب تعالى نقرا ظهره مكتوب عليه ايه. لو هترسم رسمه تحب تكون ايه؟ ايه العصفوره قالت لي حاجه عن الرسم يا اياد. احب ارسم شخصيه رعب. تحب ترسم شخصيه رعب لو هترسم؟ بس انت بتحب الرسم؟ لا مش بحبه. يا العصفوره الصراحه قالت لي برضو انت مش بتحب الرسم. تعالى في هنا حد قال لي برضو ان اللبس ده بيفكرك بحاجه، ده لبس طبعا الجمباز. ده لبس ايه بقى؟ ده لبس البطوله الاخيره، وده مثل حاجات كتير جدا. ده فرحنا كلنا ساعه ما بس كده ساعه ما جبته، عشان انا جبت معايا ميداليه ذهب. ده وقتها جبت ميداليه ذهب؟ اه. اتدربت قد ايه بقى عشان توصل للميداليه الذهب باللبس ده؟ كتير كتير كتير. طب احنا عايزين كل يوم. عايزين نستعد بقى عشان تورينا حركات من الحركات الصعبه دي. ينفع؟ ينفع. بس احنا عشان ايه احنا ممكن نحط دي الاول قبل ما تبتدي اي حاجه. احنا ممكن ايه، يلا نستعد. يلا خلاص يلا انطلق بقى. احنا دلوقتي هنتفرج على اياد وهو بيبهرنا، بيعمل حاجات حلوه قوي، جمباز، عشان هو بطل جمباز في الجمهوريه، واكيد بلدنا مصر كلها مبسوطه جدا ان اياد جاب كل الميداليات دي. جو جو اياد، يلا انطلق بقى. انا ممكن نزق برده ايه بسرعه كده الكرسي. ممكن بص حاول يعني ايه ما تاخدش مساحه، اعمل حاجه مش لازم تاخد مساحات كبير. لو عايزه الارض مزحلقه لو ممكن نساعد ان هو يبقى هنا ولا كده كويس هنا؟ طيب اوكي خلاص حاول تخلينا هنا، معلش حاول تخلينا هنا. اوكي برافو يا اياد. اكيد كل الناس دلوقتي اللي بتشوفنا سقف تسقيفه جدا كبيره كبيره لاياد. اوه قويه الاخيره دي، قويه قويه يا اياد. اولا انت عارف ان الجمباز من الرياضات المهمه جدا اللي بتحرك كل عضلات الجسم. عارف كده؟ احنا هنسيبك ترتاح شويه بس تعالى هنتصور مع بعض. ماشي. والاول طبعا همتو بيديك الهديه الحلوه دي بسيطة، واحنا كمان بنات وولاد بنديك هدية حلوة. اوكي نقول لهمتو شكرا لهمتو. يلا بقى نتصور، استنى يلا عايزين لغاية ما نتصور انا واياد بقى، سيبونا نتصور شوية لوحدنا يعني مش معقول كده نتصور مع البطل، بطل يا جماعة. هنتفرج على الأربع أطفال اللي معانا في مسابقة برافو عشان تختاروا مين اللي هيكون بطل برافو ويجي لنا الأسبوع الجاي. هما كلهم هيجوا لنا بس مين اللي هياخد كأس لولي التاني؟ يلا بينا يلا بينا. أنا فيروز وعندي 6 سنين بحب الرسم. أنا اسمي ليا محمد عندي 7 سنين بحب الرسم أوي. أنا اسمي مصطفى عندي 8 سنين وده أخويا مروان وبرضه عندي 8 سنين وإحنا بنتفرج التايجوندو. أنا اسمي مريم وعندي 8 سنين ونفسي أطلع معاكم في برافو.
دلوقتي معادنا مع مسابقة بنات فيرس ولاد، أو في فريق بنات معانا هنا وفريق ولاد، تفتكروا بقى مين اللي هيكسب؟ مش عارفين، بس بما إن إحنا شايفين إياد من شوية وهو بيلعب والولاد كلهم والبنات لعبوا جمباز، صح؟ مين نفسه يلعب جمباز ومين بيحب أنا. كل طيب تعال نبتدي الأول، أنت ياسين صح؟ قولي بقى أنت، إحنا اتفقنا نبص كده أهو، قولي بقى أنت بتحب تلعب جمباز ليه ولا لسه ما بدأتش؟ انا بحب العب جمباز، انا اروح كاراتيه والعب بوكس. كل ده يعني تلعب جمباز وكاراتيه وبوكس؟ واو انت بطل كبير قوي. طيب وانت عبد الرحمن عايز تلعب ايه؟ انا كنت بلعب سباحه وكاراتيه وكوره. اوه لغايه دلوقتي تلعب دول؟ عايز تكمل اكتر في ايه؟ اكتر واحده بتحبهم في الثلاثه؟ السباحه بحب اموت. السباحه موت هما الثلاثه. البرد ده ماشي. اسف بتحب تلعب ايه؟ بحب العب بوكس وسباحه. بوكس؟ كلكم بوكس؟ طب ليه ليه بتحبوا تضربوا بعض كده؟ تضربوا اصحابكم ولا بتضربوا بس في التمرين؟ نضرب بس في التمرين. في التمرين اه، مش هنضرب اصحابنا يا مالك. قول لي انت بتحب تلعب ايه؟ ليك قدام شويه يقف ورا كده. بحب العب سباحه. اه التمرين عند بو، التمرين كوره. طيب كوره. طيب نروح بقى للبنات. طب هنا في بوكس اكتر، يعني اكتر حاجه هنا بوكس وكاراتيه. بنات بقى، يا ساره ازيك؟ هادي كويسه صغنونه، بتحبي تلعبي ايه؟ فكري هرجع لك، بس فكري يا لارا. خلينا هنا اهو عشان كل الناس تشوفنا. تحبي تلعبي ايه؟ بحب العب كاراتيه. كاراتيه ليه بقى؟ بحب العب جمباز بس. جمباز غيرتي رايك بقى، جمباز حلو برضو. طيب ايه قولي؟ جمباز شقلبه ومش عارف ايه البوكس ده عن الكاراتيه. طيب طب بسرعه رودينا بتحبي تلعبي ايه؟ رودينا سباحه. سباحه. ويلا وتاليا؟ اتمرن اركب على الحصان. على الحصان. اوه طيب ماشي. انا اتدرب على الحمار. هنبتدي بقى نلعب ماشي. فريق البنات يجي وفريق الولاد يجي ونعمل تايم. فريق الولاد يقف على الحبل هنا بالترتيب، يعني نقف كده امسكوا ايد بعض. وقفوا على الحبل، اهم حاجه نقف. عايزه اقف جنبي. تقفي جنبي ده يا بختي يا بختي. يلا اقفوا جنب بعض، امسكوا ايد بعض. امسكي، ما انا هبقى واقفه قدامكم عشان اشوف مين هيبقى ماشي صح ومين هيغلط. مسكتي؟ طيب اقفي يا لارا كده شويه شويه. خدلي رودينا امسكي ايدك. طيب بصوا بقى دلوقتي الحبل اللي قدامنا، احنا عايزين نركز قوي عشان اللعبه دي تخلينا مركزين. الحبل اللي قدامنا ده اللي احنا شايفينه على الارض، المفروض ان احنا نمسك ايد بعض. في حتت فيها دواير، احنا عايزين نمشي على الدواير مع بعض لحد ما نوصل لاكتر حاجه نقدر نوصل لها. وبعد البسكت الاورنج دي اه لحد اخر الحبل، بس نحاول. هنشوف بقى مين في الوقت اللي احنا هيظهر على الشاشه، يعني في النقطه كده في الوقت. مش هننط، احنا هنمشي يعني، وهنمشي على الحبل كده بس من غير ما نسيب ايد بعض. جات لنا حته مدوره يبقى هنمشي عليها كده لغايه ما نخلص الحته المدوره ونمشي تاني الحته اللي مش مدوره. آه. جاهزين؟ فهمنا. خلاص؟ يلا استنوا بقى الصفاره. 3 2 1 جو. لازم نمشي على الحته اللي فيها الدايره. ايوه يا رودينا لفي بقى في الدايره دي. برافو يا رودينا، ما نسيبش ايد بعض. من غير ما نسيب ايد بعض. بالترتيب بالترتيب من غير ما نزق. احنا الفكره كلها ان احنا لازم نركز نركز مع اللي احنا ماسكين ايده. احنا دلوقتي الثلاث دقايق بدات. الولاد اسرع، بس الولاد بايه بيعدوا حتت، البنات مركزين قوي. اللي دايما اللي واقف في الاول اللي يفضل واقف في الاول. امسكي ايد، امسكي ايدها يا ماشي. يلا يا ساره امشي يا ساره بقى. كسب الولد. الولد عد، بس انتوا عديتوا. لا انتوا ايه ده؟ ايه ده؟ الكور دي ما لحقناش نمشي عليها. طب نرجع تاني. الحقوا يلا الوقت لسه ما خلصش. نشوف كام مره. يلا نحاول بقى نمشي على الدواير صح. نمشي على الدواير صح. هات ايدك من غير ما نسيب ايدينا. يلا امسك ايده. يلا 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 لازم نركز. اللعبة دي ببساطة كده بتعلمنا ان احنا نركز، وبما ان احنا ماسكين بعض فلازم نبقى واثقين في بعض من غير خناقة. من غير خناقة. الولاد بقى بوكس وحركات برضه بالراحة. امشوا بالراحة بالراحة عشان محدش يقع.
ايوه اصبروا المره دي البنات كسبت. يبقى خلينا نقول بقى ان مره الولاد عدت ومره البنات عدت، فبرافو انتوا الاثنين. حلو، تعالوا بقى الواحد سنة خليك انت، تعال اقف هنا، ممكن بنت كمان تبقى واقفه هنا. نروح بقى للعبه الثانيه على طول. تعالوا معايا الثلاثه التانيين. خليك واقف هنا، خليك واقف، استنى عليك دور، خليك واقف بس عند الباسكت هنا، وبعدين واحد تاني. سيبوا ايدهم بعض بقى خلاص. اقف هنا، تعالى يا مالك، تعالى اقف هنا، تعالى يا عبد الرحمن اقف هنا. يعني انا اول واحد. رودينا خليكي هنا، تعالي يا تاليا انت ولارا، خليكي هناك ماشي. تاليا قدام مالك ولارا، تعالي يا لارا ماشي عند ورا اسر. اللي هنعمله بقى ايه؟ عبد الرحمن ورودينا هيبتدوا، هياخدوا الكوره من غير ما يروحوا يعملوا حاجه، هياخدوا الكوره هيدوها، هيمشوا يدوها. رودينا هتاخدي الكوره هتديها لتالي، وعبد الرحمن هتاخد الكوره تديها لمالك، مالك بالكوره اللي معاه هيديها لاسر، وبرده تاليا هتديها للارا، وبعد كده اسر هيدي لياسين، ولارا هتدي لساره. حلو، بعد ما لارا خدت الكوره وياسين خد الكوره هتحطوها في الباسكت ونبتدي تاني على طول ماشي. برده في 3 دقايق عايزين نشوف اكتر كور هتوصل هناك في الباسكت من غير ما نعدي ولا ايه، نركز مع بعض قوي كده عشان هي تركيز جدا. يلا تركيز، تركيز وفريق، لازم نبقى مع بعض، احنا بنلعب مع بعض من غير ما نحذفها، احنا هنروح نديها له في ايده عشان ما نقعدش نوقعها. انت هتمشي كده تروحي تديها له. يلا هنبتدي بقى، استعدي، استني لسه. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ لا شكلكم ما فطرتوش. لا احنا فطرت. طيب جاهزين؟ ايوه كده، يلا بقى، يلا 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 امشي يا حبيبتي، امشي روحي اديها لها، ما تكونش دعوه بقى بالحبل خلاص، استني ما تاخديش تاني، هم هيدوا. ايوه يلا بسرعه، برافو يا لارا، بس اديها لها وارجعي. يلا يا لارا اديها لها وارجعي. يلا يلا سارة قربي برضه، خديها منها ساعديها ساعديها. يلا يا لارا هنشوف التايم هيعمل ايه، فريق البنات ولا فريق الولاد، عدد الكور هتبقى ايه. طبعا بنفتكر ان سؤال اللولي اللي هيكسب زي عمر اللي كسب معانا في الكنز، سؤال ايه الرياضة اللي بتخلي كل عضلات الجسم تتحرك؟ الإجابة جوه الحلقة، اتفرجوا على الحلقة كلها لو فاتتكم على اليوتيوب أو على الفيسبوك عشان تعرفوا الإجابة في سؤال لولي، تكتبوا الكومنت وبنعمل قرعة بيكسب بيها حد يجي معانا الحلقة الجاية. رودينا محوشة الكورة يا بنتي، واحدة واحدة يا رودينا، ارجعي ارجعي، مع اللي وقعت مش مشكلة، اديها لي. يلا يلا عبد الرحمن هنشوف التايم امتى هيخلص. فاضل اقل من دقيقة تقريبا. هو عبد الرحمن بتجري كل المسافة ليه يا عبد الرحمن؟ انت فين يا مالك اللي جابك هنا يا مالك؟ يعني المهم ان احنا نتعلم نحاول نبقى فريق، احنا مش كل واحد لوحده، دي اهم حاجة لازم نتعلمها او نتعود عليها علشان احنا مش بنلعب كل واحد لوحده. اي نعم هما دلوقتي كلهم بيلعبوا مع بعض بس مش مشكلة. هانت خلاص قربنا التايم. يلا ده ايه ده، ده البنات ايه ده، البنات بتكسب، البنات بتكسب. يا جماعه البنات بتكسب. جريوا جريوا جريوا. رودينا خلصتي خلاص، البنات خلصت ولسه في 50 ثانيه كمان يعني تايم. طب عند الولاد فرصه كمان، كملوا انتوا كملوا، حتى لو كور بتاع البنات خلصت كملوا، لسه عندكم وقت، ما نضيعش اي دقيقه، عندنا وقت. يلا يا مالك ادي ليها ياسر، واسر يدي لياسين. يلا قربت اخلص الكوره. يا عبد الرحمن ادري، عبد الرحمن انت فطرت يا عبد الرحمن. يلا لغايه بقى كام ثانيه دي، تعالي رودينا لغايه ما الولاد يخلصوا، تعالي. طيب قولي لي قولي لي يا رودينا، انتوا كنتوا مع بعض ولا كان كل واحد بيلعب لوحده؟ لا خليكي يا لارا عشان كده عشان نشوفك. كنتوا بتلعبوا مع بعض؟ طب ايه اللي المفروض نعمله ان كل واحد يلعب لوحده يبقوا
خلاص احنا الولاد. 6 5 4 3 2 1 خلصوا ولا لسه؟ فاضل كوره واحده بس. التايم خلص، بس البنات عامه كانوا اسرع بكتير من الولاد. فطرتوا؟ شكلكم فطرانين كلكم. فطرتوا؟ اه انا فطرت كل فلوس. طيب في بقى حاجه كمان معلومه مهم، احنا فطرنا جوه هناك. طيب يلا بقى تعالوا من الاول بقى، فين تيم الولاد؟ فريق الولاد الناحيه دي، فريق البنات الناحيه دي، بسرعه. فريق يلا بعيد بعيد شوية بعيد شوية. بصي الولاد راحوا فين؟ تعالوا هنا يلا عشان في هدية، تعالوا الناحية دي بقى عشان همتوا. يلا لكم برافو. الولاد طبعا عشان بيحبوا يعملوا بوكس وحاجات، البنات كانت منظمة أكتر، بترتب حاجتها أكتر وماشيين حتة حتة. أنتوا كان في وقت مالك كان المفروض يبقى واقف هنا، فجأة مالك بقيت هنا. إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي رحت هناك ليه؟ أنا كنت عايزة أمشي. ها؟ كنتوا عايزين أنتوا كنتوا عايزين تساعدوا بعض صح؟ لحظة بس في نفس الوقت إيه؟ كله جري على مع بعضه صح؟ احنا المفروض نبقى عامة نبقى فريق واحد، بما ان احنا بنلعب، لو احنا بنلعب مثلا كرة فوتبول مثلا كرة قدم، مين بيلعب بكرة قدم؟ انا. طيب هتلعب لوحدك ولا فريق؟ فريق. طيب هتبقوا فريق هنا برضو نفس الموضوع المتاع. لو احنا بنلعب حاجة فيها باسكت او كورة برضو هنلعب كفريق. كرة السلة. كرة السلة صح؟ همتوا بقى عايز يقول لكم برضو ميرسي، تعالوا بقى كلكم عشان نديكوا ايه؟ هنديكوا بقى ايه؟ هدايا حلوة من همتو. واحد واحد كله هياخد. كنت هقع. عايزين نفتكر كلنا بقى. اولا سؤال لولي، ايه الرياضة اللي بتحرك كل عضلات الجسم؟ عشان اللي هيعرف الاجابة ويكتب لنا على الفيسبوك على البوست اللي هيكون موجود تحت عنوان سؤال لولي هيجيلنا. اه خلصنا الحلقة، هيجيلنا المرة الجاية، وكمان الفيديو اللي هيكون للاربعة متسابقين. لا خلاص الحلقة خلصت للأسف، هنروح بقى نحضر مع مامي الغدا. إذا إيه رأيك؟ كله خد ولا لسه؟ لا لسه في بنات ما خدتش، وفي كمان حاجات لسه. هو احنا خلاص هنروح بيتنا؟ كويس هنروح بيتنا. اه أنا هنا. اه أنت كده وأهو في ابني إيه؟ اللي ما خدش سارة. إيه ده؟ لا اللي ما خدش بقى أهو. ما خدش كده؟ لا وآسف أنا ما خدش. احنا دلوقتي كدا. لا عشان هم خدوا حاجات تانية. ماشي خلاص كله خد شنط ولا لسه ما حدش خد؟ كله خد هدايا همته؟ كله خد؟ ازاي؟ يبقى في حاجه ممكن تكون. طب هدور لك عليها. ماشي عايزين بقى نفتكر مع بعض الاربع فيديوهات او الاربع اطفال، ممكن تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا مين هم الاربعه اللي انتوا هتختاروا الفوت بتاعهم. هتلاقوا برده الارقام بتاعه التليفون وارقام الاس ام اس موجوده على الشاشه وموجوده برده على صفحتنا على الفيسبوك. اللي هينساها ما حدش ينسى حاجه. هقول لكم دلوقتي باي باي، هتوحشوني لحد الجمعه الجايه. باي باي. قولوا بقى بسرعه بنات واولاد مع لولي. بنات لولي. باي.